السلام عليكم ورحمة الله. السلام، كي جايين بخير؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم مرة اخرى في تمرين ديال الدال الاسية، كان نموذج للاستعداد للفرد الاول. على بركة الله نبدأ بالنسبة لهذا التمرين. هذا عندنا الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، يعني هنايا عندنا الدالة جي اللي هي كتسمى دالة مساعدة ديال الدالة اف، وهاد لا فونكسيون اف هي اللي غادي نخرج بها هاد المتتالية. يعني هنا عندنا واحد المتتالية مرتبطة بواحد الدالة اف. نبداو بالنسبة للجزء الاول، عندنا الدالة جي عندها واحد المتغير اكس، تعريف ديال جي اكس كيساوي ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس زائد واحد، هذا هو التعبير ديال لا فونكسيون جي. وحسب جي بريم نو اكس لكل اكس من اغ، يعني هنا بغينا نحسبوا لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اف كيلكو سوا اكس ابارتيان دو اغ. يعني هنا يبت نعرف ان هاد الدالة جي معرفة على المجال اغ. مزيان، من بعد نحدد جدول التغيرات وندوز الإشارة. هنايا دائما الى عطاك واحد الفرد في جوج ديال الاجزاء، عرف بان هاد الدالة هادي الاولانية كتسمى دالة مساعدة بتعاونك هنا. يعني هنايا ما تحاولش تخطأ، علاش؟ وسيختو في الإشارة ديال هاد لا فونكسيون جي. يعني هنايا السؤال ديال الاشاره يقدر يعطيك استنتج ان جي اكس كبر من زيرو ولا صغر من زيرو، يعني كيعطيك لو سين ديال ا. وبعض المرات كيقول لك استنتج اشاره، يعني فاش كيقول لك استنتج الاشاره ما كيعطيها عليكش، ديك الساعه حاول ما تخطاش. علاش؟ قلنا هذه الداله كتسمى داله مساعده. فين كتعاوننا يا استاذ هذه الداله؟ هذه كتسمى داله مساعده، كتعاوننا باش نحددوا الاشاره ديال المشتقه، يعني غالبا كتكون عندها علاقه مع الاشاره ديال المشتقه. دونك نبداو بالنسبه للجزء الاولاني. دونك هنا عندنا واحد لا فونكسيون جي، جي دو اكس كتساوي ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس زائد واحد. مزيان، هاد الداله هادي معرفه على المجال اغ لكل اكس من اغ، حيتاش هنا عندنا داله حدوديه مع دالة ديال الاكسبونونسيال، وكنعرفوا ان الاكسبونونسيال معرف على اغ. دونك باش نخرجوا السؤال الاول خاصنا ضروري نكتب ليه ان هذيك الدالة قابلة للاشتقاق. دونك هنا عندنا دالة حدودية معرفة على اغ، يعني قابل للاشتقاق على اغ، والاكسبونونسيال حتى هو ما تينعدمش على اغ. دونك عندنا لدينا جي قابلة للاشتقاق على اغ. ضروري تكتب لي هذه الجمله هذه. دونك هنايا اون جي اي ديريفابل سور اغ. مزيان، نبداو دابا نخرجوا لا ديريفي ديالنا. دونك كيلكو سوا اكس ابارتيان دو اغ، جي بريم دو اكس تتساوي ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس زائد واحد بريم. وبغيت نحضر من عادي نرد البال، هنايا عندنا هنايا جداء زائد عدد. دونك غادي نفرق لهم هذيك المشتقه، تتساوي ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس بريم زائد واحد بريم. المشتقه ديال العدد هي صفر. هنايا شوف رد البال عندنا واحد ناقص، هاد ناقص هادي الا خفتي ديرونجيك خرجها على برا، بدير ناقص هي وتحل القوس. هنا عندنا داله مضروب داله، بحال عندنا او فوا في. اشنو هي او فوا في استاذ؟ عندنا او فوا في بريم هي او بريم فوا في زائد او فوا في بريم. هنا عندنا الضرب كيتحول لجمع، وكنفرق عليهم هذيك المشتقه. هنايا ماشي مشكل الا بدلتي الترتيب، اما فاش يكون عندنا الكسر ناقص ما كنبدلش الترتيب. هنايا عندنا الجمع تبادلي والضرب حتى هو تبادلي. دونك هاد اكس هي اللي كتمثل ليا او، وهاد اكسبونسيال مو اكس هي اللي كتمثل ليا في. يعني كنديرو اكس بريم في الاكسبونسيال ديال مو اكس زائد اكس في الاكسبونسيال ديال مو اكس بريم، ونخدم عادي. هاد ناقص نخليها طل طل على برا، طلع يعني تنكمل ونعاود ندخلها. ناقص عامل الاكس اكس بريم هي واحد في الاكسبونسيال مو اكس هاي زائد اكس هاي الاكسبونسيال. هنا عندنا مو اكس، رد البال هنا عندك مو اكس ماشي اكس، حيتاش الاكسبونسيال ديال اكس في المشتقة هو نفسه. ولكن فاش يكون عندك شي تعبير من غير اكس بالضبط، اشنو كدير؟ كتاخد داك التعبير اللي كاين في الاس كتهبطو لتحت،
ها هو ناقص اكس مالو كدير ليه البريم وكضرب في نفسه اللي هو ليكسبونسيال ديال موا اكس. يعني رد البال، الى عندك موا اكس راه هي ماشي هي نفسها، الى عندك اكسبونسيال موا اكس يعني حاول تخدم هاكا، طب داك التعبير اللي كان عندك لتحت ديال البريم وكضرب في ليكسبونسيال موا اكس ناقص ليكسبونسيال موا اكس زائد ليكسبونسيال ديال، عفوا هنا هي ناقص اكس بريم هي شحال، هي ناقص واحد في اكس هي ناقص اكس، ناقص اكس في ليكسبونسيال ديال موا اكس. دابا ندخل ديك ناقص لداخل، هاد ناقص بدا تدخل هنا بتولي ناقص اكسبونسيال موا اكس، وهاد ناقص بدا تدخل على هاد زائد وناقص بتولي زائد اكس اكسبونسيال موا اكس. مزيان، من بعد اش بغيتي دير؟ عندك واحد ليكسبونسيال هنايا وعندك واحد ليكسبونسيال موا اكس هنايا، بغيتي تعمل بها هاي ليكسبونسيال موا اكس عامل، اشنو بقى لك هنا؟ بقى عندنا اكس هاي وبقى عندنا هنا ناقص واحد. مزيان، دونك هذه هي جي بريم دو اكس، دونك جي بريم دو اكس كيلكو سوا اكس ابارتيان دو ار، وانت خرجتي لا ديريفي ديالك بشكل عادي. مزيان، دونك فاش خرجنا المشتقات شنو طلب مني في السؤال الثاني؟ نعطيه جدول التغيرات، قال لي حدد جدول التغيرات، يعني طلب مني باش ندرسي طابلو دو فارياسيون. دونك هاد لو طابلو دو فارياسيون عنده علاقه مع الاشاره ديال جي بريم. دونك هنايا بالنسبه لهاد لا ديريفي هادي عندنا جي بريم لو اكس كتساوي اكسبونسيال موا اكس عامل اكس ناقص واحد. مزيان، حنا شنو كنعرفوا على الاكسبونسيال؟ دائما موجب. مزيان، يعني دابا هاد جي بريم الاشاره متعلقه باش باكس ناقص واحد. مزيان، يعني فاش غادي تمشي تحل المعادله ديال جي بريم لو اكس كتساوي زيرو، شكون اللي كيعني انه كيساوي صفر؟ هي اكس ناقص واحد. يعني هنايا بغينا نديرو جي بريم لو اكس كتساوي صفر، هذا يكافي ان اكس ناقص واحد هي اللي كتساوي صفر، وندير بين قوسين ليكسبونونسيال ديال موا اكس راه اكبر من زيرو. دائما ليكسبونونسيال تكون موجب على ار، سواء تكون عندي اكس سواء تكون عندي موا اكس. دونك انا نكمل المعادله ديالي، يعني شنو كيعني ان اكس كتساوي واحد، يعني المشتقه انعدمت في واحد. يعني غادي نمشيو نديرو جدول التغيرات عادي ونرد البال الحل اللي انعدمت فيه المشتقة. دونك غادي ندير واحد جدول التغيرات هنايا، دونك غادي نديرو جي بريم دو اكس ومن بعد نديرو جي لي اكس. هنايا فاش كتبغي دير جدول التغيرات رد البال مجموعة التعريف اللي خدام فيها نتايا، يقدر هنايا تمشي دير جدول الاشارات ديال هاد اكس ناقص واحد، عاد من بعد دير جدول جدول التغيرات. بغيتي دير مباشره جدول التغيرات قالت لك رد البال جدول التغيرات كتكون فيه الدومين ديفينيسيون، اما بالنسبه لنا كتكون عندنا اغ، يعني عندنا اكس ناقص واحد معروفه على اغ وهاد الداله معروفه على اغ، يعني غادي يكون عندنا هنايا اغ. بعض المرات كتكون هاد الداله هادي اللي هي جي ولا اف ما كتكونش معرفه على اخ، يعني كتكون معرفه على واحد المجال مثلا زيرو بلس لانفين ولا شي حاجه، هاد القضيه كتكون في الان بزاف. اما الاكسبونسيال غالبا تكون معرفه على اخ، يعني هنايا فاش تبغي دير يعني جدول الاشارات ديال هادي تكون في اخ، ولكن جدول التغيرات تكون في الدومين دو ديفينيسيون، يعني حاول تاخذ ديال المجال اللي بغيتي نتايا تكون الداله معرفه فيه. دونك انا غادي نديرو موال لانفيني بلس لانفيني، العدد اللي انعدمت فيه المشتقة اللي هو واحد. هاو دونك غادي نجيو لهنايا، كاين بعض الناس باقي عندهم مشكل في هاد تحديد المقامات ولا تحديد الإشارة، عفوا تحديد الإشارة. دونك إكس ناقص واحد اش تكون معادلة من الدرجة الأولى؟ فينا هي أ هي المعامل ديال إكس، دونك المعامل ديال إكس كيفاش داير هنايا؟ موجب، أشنو كنسبقو من اليسار العكس ديالو ومن اليمين الإشارات ديالو، يعني بين دي هنايا ناقص وهنايا زائد. إذا كانت المشتقة سالبة كتكون الدالة تناقصية، إذا كانت المشتقة موجبة كتكون الدالة تزايدية. صافي، وأنت خرجتي طابلو دو فارياسيون. هاد طابلو دو فارياسيون ميمكن لك تخليها هكا، علاش؟ دائما خاصك تعمر هاد التعبير اللي كاين لتحت. دونك هنايا عندنا واحد نحسب ليه الصورة ديالو ولا ليميت في موال لانفيني ولا ليميت في بلوس لانفيني. دونك نبداو بالصورة هي الأولى، جي ديال واحد كتساوي عندنا اكس مسبوقة بناقص هي ناقص واحد اكسبونسيال ناقص واحد زائد واحد، دونك كيساوي هي ناقص واحد على او زائد واحد اللي هي كتساوي ناقص واحد زائد او على او.
هادو يمكن لك تحسبهم في الكالكولا. دونك هنايا هذا كتبه التعبير اللي خرج لي هنايا، دونك ناقص واحد على او، ناقص واحد زائد او على او، مزيان. وبالنسبه هنايا نحسب لا ليميت في موال لانفيني ولا ليميت في بلوس لانفيني. دونك لا ليميت اكس تون فيغ موال لانفيني ديال جيل اكس اللي هي ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس زائد واحد تتساوي. دونك هنايا اول حاجه في النهايه كنعوض، دونك اكس بتعوض بموال لانفيني هي موال لانفيني، ولكن مسبوقه بواحد الموال هنايا، يعني في الاس هنا اش بتولي؟ بتولي بلوس. الاكسبونسيال ديال بلوس لانفيني هو بلوس لانفيني، هاد اكس اللي على برا فيها موان، مع هاد الموان هي بلوس لانفيني، دونك بلوس لانفيني مضروب في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. هاي نكتبها هنايا ونجي لهنا اكس تنفيغ بلوس لانفيني، يلا عوض نحسبو لا ليميت في بلوس لانفيني، لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال ناقص اكس اكسبونسيال ناقص اكس زائد واحد بلا ما نديرو حيت ما فيهش اكس تتساوي. اكس بتعوض بلوس هي بلوس لانفيني، ولكن فيها الموان هي موان لانفيني، الاكسبونسيال ديال موان لانفيني هي زيرو، دونك هادي بوحدها عطاتنا زيرو. وهنايا اكس فيها بلوس مع هاد الموان هي موان، موان لانفيني مضروب في زيرو شكل غير محدد اف اي، مزيان. دونك هنايا عندنا شكل غير محدد فين كاين بين اكس والاكسبونسيال، دونك هادي اما نبدلو هادي اللي فيها زيرو تولي عندنا لانفيني ولا تولي شي عدد، ولا هاد اللي اكس اللي فيها الموان نبدلها تولي عندنا شي حاجه من غير لانفيني تولي عدد ولا زيرو. يعني هادي ما يمكنش نبدلها، اللي عندي يمكن ليا نبدلها. علاش؟ هنا الاكسبونسيال سالي في الاس ديالو، يمكن ليا نردو لتحت تولي موجب، يعني بتولي لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال ناقص اكس على اكسبونسيال اكس تتساوي صفر. هادي النهايه اعتياديه، استنتاج ديال واحد النهايه اعتياديه. اشنو هما النهايات الاعتياديه ديال الاكسبونسيال اكس بلوس لانفيني؟ ها هما لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال الاكسبونسيال اكس على اكس هي بلوس لانفيني. وانت شنو عندك هنا المقلوب ديال هادي؟ هنا بلوس لانفيني بحال مقسم على واحد، قلبها بتولي واحد على لانفيني هي زيرو. ها هي، يعني بغينا نكتبو هنايا صفر، مزيان. دونك هاد جدول التغيرات هو هذا اللي عندي هنايا، نكملو باش نحددو الاشاره ديال جيل اكس في هاد طابلو دو فارياسيون. قال لي هو استنتج، يعني هنايا منين قال لي استنتج بغيت نستنتجها من خلال جدول التغيرات. اشنو قلنا ذاك النهار في جدول التغيرات؟ يمكن لي نستنتج منه الاشاره. اشنو عندنا هنايا؟ قيمه دنيا، يعني الداله نزلت عاد من بعد طلعت، دونك هاد الداله هادي منين هبطات عاد طلعت، يعني هادي كتسمى قيمه دنيا. فاش كتكون قيمه دنيا كتكون الداله كبر من زيرو، عقل عليها. فاش كتكون الداله قيمه دنيا يعني كتقبل واحد القيمه دنيا في واحد العدد كتكون الداله كبر من زيرو، والعكس فاش كتكون قيمه قصوى يعني الداله تزايديه عاد من بعد ولات تناقصيه، ديك الساعه كتكون قيمه قصوى فالور ماكسيمال وكتكون الداله صغر من زيرو. يعني هنايا نجيو نكتبوا الاشاره ديالنا هنايا. السؤال الثاني لو سين، هنا عندنا اما نكتبو ناقص واحد زائد او على او قيمة دنيا للدالة جي، ولا نقولو جي كتقبل قيمة دنيا في هاد النقطة هادي. صافي، دونك ناقص واحد زائد او على او فالور مينيمال دو لا فونكسيون جي، يعني إلا كانت عندنا قيمة دنيا كتكون الدالة كبر من زيرو، دونك جي إكس أكبر أو يساوي جي ديال واحد اللي هي قيمة دنيا. شحال عندنا حنايا؟ جي ديال واحد، جي ديال واحد تتساوي ناقص واحد زائد أو على أو. هاد القيمة هادي راه كبر من زيرو، يعني علاش بدنا نكتبو جي لو إكس راه كبر من صفر لكل اكس من ار، وانت لقيتيها مزيان. هنايا نسينا واحد القضيه قبيله، هنايا فاش حسبنا لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني عطاتنا زيرو، نسينا هاد العدد، دونك زيرو زائد واحد هي واحد، دونك هنا بيكون عندنا واحد. داكشي باش ما يمكنلكش هاد القيمه هادي تكون كبر من زيرو وغادي عند زيرو وطالع.
هنا عندنا زائد واحد. دونك هنايا لقينا ان جي اكس كبر من صفر لكل اكس من ار، دونك هي الاشاره موجبه. انطلاقا خدمنا هاد لافالور مينيمال، ولكن فاش يكون عندك واحد الطابلو دو فارياسيون ما فيهش لا طابل، يعني ما فيهش قيمه دونيه ما فيهش قيمه قصوى، كدير الطريقه ديال التعطير اللي تعلمناها يعني في اللايف السابق. دونك نكملوا لابارتي الثانيه. بالنسبه لابارتي الثانيه لتكون اف معرفه بما يلي: اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد في الاكسبونسيال ديال موا اكس. مزيان، دونك نكتبو هنايا لا فونكسيون اف. دونك هنايا وصلنا للجزء الثاني. دونك عندنا لا فونكسيون اف، اف دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال مو اكس. يعني دائما نتايا في النهايات ديالك، عفوا في التمارين ديالك، ما تبقاش تخدم على ليكسبونسيال ديال اكس، ولا تبقى تخدم على الالين ديال اكس. لا، مره نوع، يعني مره خدم ليكسبونسيال ديال شي تعبير، مره خدم ليكسبونسيال ديال مو اكس. حتى في الالين ما تبقاش تخدم على الالين ديال اكس، مره خدم الالين ديال ناقص اكس، مره الالين ديال اكس زائد واحد، مره خد شي اكسبونسيال علاش لا يكون وصل الالين وخدم فيه. يعني حاول تنوع في التمارين ديالك. دونك ندوزو للسؤال الاول اللي هنايا. طلب مني باش نحسب ليه لا ليميت اكس طون فيغ موا لانفيني. دونك لا ليميت ديال اكس طون فيغ موا لانفيني ديال اف دو اكس، لا ليميت ديال اكس طون فيغ موا لانفيني ديال اف دو اكس تتساوي، اول حاجه كنعوضو التعبير ديال اف دو اكس بالقيمه ديالها، عاد ديك الساعه نعوض. دونك اكس طون فيغ موا لانفيني اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال موا اكس. ورد البال هنايا راه ليكسبونسيال ديال موا اكس ماشي اكس، يعني الا بغيتي ترجعو اكس دير المقلوب ديالو. اول حاجه خدمها هكا، بعدا عاد ديك الساعه شوف واش خرجه بالتعويض ولا لا. دونك في المكان اكس بغينا نعوضو بموا لانفيني، دونك اكس موان زان في موا لانفيني هي موا لانفيني، هادي خرجه بالتعويض. مزيان، نجيو لهنا اكس زائد واحد في موا لانفيني حتى هي موا لانفيني، نجيو لهاد ليكسبونسيال. هاد اكس باش بتعوض بموان، ولكن فيها واحد الموا هنايا، دونك بتولي بلوس. اكسبونسيال ديال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، مضروبه في موال لانفيني هي موال لانفيني. هذا عطانا موال لانفيني وهذا عطانا موال لانفيني، لا موال لانفيني موال لانفيني هي موال لانفيني. بحال قلتي مجموع عددين سالبين هو عدد سالب، دونك كتساوي موال لانفيني خارجه بالتعويض. ولكن خاصني ضروري ندير ليه التعليل. لا ليميت ديال اكس طون فيغ موا لانفيني ديال اكس ناقص واحد تتساوي موا لانفيني، ولا ليميت ديال اكس طون فيغ موا لانفيني هادي راه بحالها نديرو اكسبونسيال موا اكس كتساوي بلوس لانفيني. دونك بلوس لانفيني مضروب في موا لانفيني هي موا لانفيني، وموا لانفيني موا لانفيني هي موا لانفيني. اذا لا ليميت ديال اكس طون فيغ موا لانفيني ديال اف دو اكس تتساوي موا لانفيني. هاي قرتنا هادي. ندوزو السؤال الثاني ب. اشنو قال لي هنايا؟ قال لي بين ان لا ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي بلوس لانفيني. بين ان مونتري كو لا ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي بلوس لانفيني. يعني بين ان، يعني فرض عليا خاصنا نلقاها. وشنو الاخر؟ عطاني واحد الملاحظه هنايا، قال لي اودي يمكنك وضع تي كتساوي موا اكس، تي كتساوي موا اكس. يعني فاش كيعطيك واحد الملاحظه هنايا في التمرين ماشي ضروري انك تخدم بها، الا قدرتي انك تخدمها يعني بشكل عادي تبارك الله، ما خدمتيش خدم بهذا الشونجمون دو فاريابل اللي عطاك انت هنايا. يعني دائما فاش كيعاونك بواحد الوسيله هنايا دير واحد الشونجمون دو فاريابل، ما كيعنيش انك خاصك ديرها اوبليجي، لا. الا في حاله ما قدرتيش انك تخرجها بطريقه عاديه، ديك الساعه عاد استعن بهذا الشونجمون دو فاريابل اللي عطاك انا اللي هو تي كتساوي مو اكس. اول حاجه نجيو بعدا نكتبوا هاد لا فونكسيون اف ونديروا لا ليميت اكس طون فيغ بلوس لانفيني ونعوض بشكل عادي. لقيناها خرجت بلانفيني، يعني بالتعويض داكشي اللي بينا، ما لقيناهاش نفكروا في هاد الطريقه اللي عطانا. دونك لا ليميت ديال اكس طون فيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس
تتساوي لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونونسيال ديال موا اكس. مزيان، اول حاجه قلنا في النهايه كتعوض، ما تفكرتش شي طريقه من غير التعويض، يعني داكشي ديال المرافق ولا التعميل ولا شي حاجه بحال هكا خليه من بعد. اول حاجه عوض، راه كاينين بعد النهايات، واخا كتبان لك انت هذيك لا فونكسيون راه طويله كتقول لا راه بتخرج بالتعميل باش بغيت نعمل، عوض، ما عمرك تحكم على لا فونكسيون غير من هذيك الشوفه ديالك، دائما عوض. عوض بشكل مباشر، x تنفيغ موان لانفيني، عفوا x تنفيغ بلوس لانفيني ديال x ناقص واحد هي شحال؟ هي بلوس لانفيني. مزيان، هادي x زائد واحد في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، هنايا رد البال اكسبونسيال ديال ناقص x، هاد x راه فيها بلوس ولكن مع هاد الموان بتولي موان لانفيني، ليكسبونسيال ديال موان لانفيني هي زيرو، زيرو في لانفيني شكل غير محدد. ها دونك في الاخير الشكل المحدد كاين بين هادي مع هادي، غير هاد الجوج هادو، يعني الشكل المحدد عندك هنا حاول تخلص من هاد الشكل المحدد ديال هنايا. دابا شوف معايا، عطاك تي كتساوي موا اكس، يعني بغيتي تخدم بهادي مرحبا، ما بغيتيش فكر في طريقه اخرى. حنا ليكسبونسيال ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اكسبونسيال اكس كنعرفوا انه تساوي بلوس لانفيني وكيساوي زيرو الا كان المقلوب، دونك حاول هاد ليكسبونسيال ديالهم اكس ناب طال تحت وقسمهم على هادو باش تولي عندنا بحال هادي اللي خرجنا قبيله عطاتنا زيرو، يعني هاد اكسبونسيال اكس قسم على تحت تتساوي لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد مقسمة على اكسبونسيال اكس، ومن بعد قسم هادو تتساوي لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اكس ناقص واحد زائد اكس على اكسبونسيال اكس زائد واحد على اكسبونسيال اكس. هادي راه كتساوي زيرو وهادي تاهي كتساوي زيرو، علاش؟ ليكسبونسيال اكس في بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، واحد على لانفيني هي زيرو، يعني هادي فيها زيرو وهادي فيها زيرو، بقى عندنا اكس موان زان، اكس موان زان عوض فيه بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، هاي تتساوي بلوس لانفيني. يعني هنايا ما خدمناش هاد الشونجمون فاريابل اللي عطانا، يعني اون فوا عوضنا هادي هبطنا لتحت وخرجت لنا بالتعويض، ولكن ندير ليه التعليل. لا ليميت كاغ لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اكس موان زان كتساوي بلوس لانفيني، و x sur exponentielle x هي 0 و 1 على exponentielle هي 0، ما ننساش لا ليميت x tend vers plus l'infini و لا ليميت x tend vers plus l'infini، و نجي هنا نكتب ليه دونك لا ليميت ديال x tend vers plus l'infini ديال f de x راه كتساوي plus l'infini، نفس النتيجة اللي عطانا في السؤال هي نيت اللي لقينا هنايا. مزيان، نكملوا الاسئله الاخرين. السؤال الثاني بين ان المستقيم دلتا، عطانا واحد المستقيم دلتا، ها هو دلتا عنده المعادله ديالو y تتساوي x موان ز، مالو مقارب مائل اسامبتود اوبليك فوازيناج بلوس لانفيني، دونك هذا مقارب مائل بجوار بلوس لانفيني اسامبتود اوبليك فوازيناج بلوس لانفيني، بنا نبينو حنايا. مزيان، هنايا هاد السؤال كيتحط بزاف في الامتحانات وبزاف الناس كيمشيو كيجيبو ليه الدوره. لا، امتى بيكون عندك الحساب كتير في هاد المعادله في هاد المستقيم؟ الا عطاكش مستقيم بتبينو انه مقارب مائل وما عطاكش المعادله ديالو، ديك الساعات تمشي تحسب اكس تنفيغ لانفيني ديال اف لي اكس تعطيك لانفيني، تعاود تمشي تحسب اف لي اكس اكس تعطيك عدد، تعاود تمشي تحسب اف لي اكس ناقص ا اكس ويعطيك عدد، عاد تستنتج المعادله. ولكن هنا ملي كيعطيك المعادله وكيعطيك بجوار يعني فوازيناج بلوس ولا موان، حسب لا ليميت وحده ديال اش اكس تنفيغ هاد لانفيني اللي عندك سوا بلوس ولا موان اف لي اكس داله ناقص ايكغيك تعطيك زيرو، ولكن لا ليميت ماشي المعادلة. يعني هنايا في السؤال جوج ألف جوج أ بينا نمشيو نحسبو لا ليميت ديال إكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال إف دو إكس ناقص إكغيك، خاصنا حنا نلقاوها كتساوي زيرو، ولا كتب ليه الجواب ديال هنايا
اي لنبين ان لا ليميت اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اف لو اكس ناقص اي كتساوي زيرو. نجي نحسب عادي، لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني، هاد لا فونكسيون نعوضها بالتعبير ديالها اللي هو اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد في الاكسبونسيال ديال موان اكس ناقص بين قوسين نعوض ايكغيك اللي عندي اللي هي اكس ناقص واحد، وانا داير في بالي ان هذا الشيء خاصو يخرج لنا زيرو. شوف معايا هنايا قبل ما تعوض، شوف واش عندك شي اختزال. شوف اكس ناقص واحد هنا موجبه، وهنا اكس ناقص واحد هنا سالبه، يعني هادو بيتختزلوا مع المعلم، هذا بيتمشي مع هذا. اش بقى عندك؟ بقى عندك لا ليميت ديال اكسبونسيال اكس تنفيغ بلوس لانفيني اكسبونسيال موان اكس عامل لاكس زائد واحد. يلا دابا نعوضو، هادي بحال خدمنا دابا في بلوس لانفيني، لقينا الشكل غير محدد، اش بغيت ندير لهادي بتنبطها لتحت، يعني كتساوي لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ونقسمهم، بغيت ندير اكس على اكسبونسيال اكس زائد واحد على اكسبونسيال اكس، وهذا الخير هذا شحال بيعطينا؟ بيعطينا زيرو أستاذ، واحد على لانفيني هي زيرو، وهادي راه ديجا خرجناها في السؤال اللي قبل عطاتنا زيرو. دونك هنايا لا ليميت ديال اكس تنفيغ بلوس لانفيني ديال اف دو اكس ناقص ايكغيك كتساوي زيرو. دونك اذا ونجي نكتب ليه هنايا، اذا ايكغيك دلتا اللي عنده ايكغيك كتساوي اكس ناقص واحد مقارب مائل بجوار بلوس لانفيني. دونك ايكغيك ايكغيك دلتا ايكغيك كتساوي اكس ناقص واحد اسامبتود اوبليغ فوازيناج بلوس لانفيني. وانت خرجتي السؤال ديالك، حيت كاين واحد النوع ديال التلامذ كيمشي يحسب هنايا من الاول، يمشي يحسب اف لي اكس تعطيه لانفيني، يمشي يحسب اف لي اكس على اكس، عاد يمشي يحسب اف لي اكس ناقص ا اكس، يعني بيحسب واحد ثلاثه ديال النهايات، انت بتخرج وحده وبتلقى الجواب. ندوزو للسؤال الموالي، ادرس الفروع اللانهائيه بجوار موال لانفيني. ها يعني دابا بينا نمشيو لموال لانفيني ونشوف اشنو خرج ليا، ونمشي ندير الفروع اللانهائيه. دونك حنا في موال لانفيني سبق لينا خرجناها، سبق لينا خرجنا في موال لانفيني، ها هي موال لانفيني عطاتنا موال لانفيني، ها هي فين كتبناها لا ليميت في موال لانفيني عطاتنا موال لانفيني. يعني هنا ما عندناش الاستنتاج، نمشيو نحسبوا اف لي اكس على اكس، عاد ديك الساعه نشوف شنو عندنا في اف لي اكس على اكس. دونك السؤال ب جوج، يعني هنايا بينا نديرو لي برونش انفيني. دونك حنا نكتبوا ليه لدينا اون لا ليميت ديال اكس تنفيغ موال لانفيني ديال اف دو اكس كتساوي موال لانفيني. لانفيني عطاك لانفيني مباشره، ماشي حسب اف لي اكس على اكس. دونك لا ليميت اكس تنفيغ موال لانفيني ديال اف دو اكس على اكس تتساوي لا ليميت ديال اكس تنفيغ موال لانفيني، نقسم كل شيء على اكس، اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال موان اكس. مزيان، دابا عوضنا الداله بالتعبير ديالها وعوضنا اكس باكس، بقات هي هي. دونك نجيو نشوفو هذا التعبير هذا اللي خرجناه قبيله في موان لانفيني، الا خرج ليا بالتعويض مباشره نقسم على اكس، الا خرج ليا يعني بالتعميل ديك الساعه نكتب التعميل عاد ديك الساعه نقسم على اكس. دونك حنايا هنا في لا ليميت في موان لانفيني خرجنا هادشي بالتعويض، مزيان، يعني شنو غادي نديرو؟ نقسم كلشي على إكس، تتساوي لا ليميت ديال إكس تنفيغ موال لانفيني ديال إكس ناقص واحد على إكس زائد إكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال موان إكس، هادشي كامل نقسم على إكس. نعاود نقسم هادي لا ليميت إكس تنفيغ موال لانفيني ديال إكس على إكس ناقص واحد على إكس. مزيان، زائد هنا بيبقى عندنا هاد اكس، غادي نقول واش غادي نقسمو على اكس ناقص زائد واحد عفوا، واش غادي يمشي مع هادي ولا غادي يمشي مع هادي. حنايا الا شدينا اكس عوضناها بموال لانفيني، اجي معايا في التعبير هذا، اكسبونونسيال اكس
فيها موان لانفيني، ولكن مع هذا الموان هي بلوس لانفيني. دونك هذه فيها بلوس لانفيني وهنا فيها موان لانفيني، دونك بلوس لانفيني على موان لانفيني شكل غير محدد، يعني هاد اكس جرها مع هاد الحدودية وخلي ليكسبونسيال بوحدو. دونك اكس زائد واحد على اكس، هادشي كامل مضروب في ليكسبونسيال ديال مو اكس. يعني حاول دير واحد التعويض هنا بشكل مباشر وشوف واش الا خرجتيها مع اكس زائد واحد بتخرج بالتعويض، ولا من الاحسن تخرجها مع ليكسبونسيال ديال مو اكس. نعاود نقسم هادي بحال هادي ونعوض عادي. دونك اكس على اكس هي واحد ناقص واحد على اكس زائد، عاوتاني قسمت هادي بحال هادي بيعطينا واحد زائد واحد على اكس. هادشي كان مضروب في ليكسبونسيال ديال مو اكس، ما ننساش لا ليميت تنفيغ موان لانفيني. دابا نجي نعوض، واحد على لانفيني هي زيرو بقى عندنا واحد، واحد على لانفيني هي زيرو بقى عندنا واحد. هاد ليكسبونسيال اكس فيها موان ولكن مع هاد الموان هي بلوس، ليكسبونسيال ديال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني مضروبة في واحد هي بلوس لانفيني زائد واحد هي بلوس لانفيني تتساوي بلوس لانفيني. وندير لهنايا التعليل، لا ليميت ديال اكس تنفيغ موان لانفيني موال لانفيني ديال واحد على اكس كتساوي زيرو، هذا راه بحال بحال هذا. ولا ليميت ديال اكس طون فيغ موال لانفيني ديال ليكسبونسيال ديال موان اكس هي بلوس لانفيني. هذه يمكن لك تعاود تكتبها بشكل مباشر، اكس طون فيغ موال لانفيني ديال واحد على اكسبونسيال اكس تتساوي ليكسبونسيال اكس موال لانفيني هي زيرو بلوس. عقل عليها، هنايا زيرو بلوس، واحد على زيرو بلوس هي بلوس لانفيني. يعني بغيت تعوضها بشكل مباشر هي هادي، بغيتي تعاود تقلب هاد ليكسبونسيال باش يولي هنا الاس ديال الموجب بيعطيك هادي. غير دير في بالك ان لا ليميت ديال اكس طون فيغ موان لانفيني ديال ليكسبونسيال اكس كتساوي صفر بلوس، قل على هادي. الا كان عندك اكس هنايا زيرو موان، دونك شنو عندي؟ عطانا اف لي اكس على اكس عطاتنا لانفيني. اذا كنت زعما إذا لا ليميت x طون فيغ موان لانفيني ديال f دو x على x عطاتنا بلوس لانفيني. دونك هادي هي النتيجة النهائية ديال f لx على x. دونك f لx على x عطاك لانفيني، أشنو كتستنتج؟ عندك واحد الفرع لا نهائي، عندك فرع شحال جميل في اتجاه محور الأراتيب. دونك هنايا بتكتب او y او y مالو برونش بارابوليك فوازيناج موال لانفيني بجوار لانفيني اللي خرجت لك هنا، ماشي اللي عندك هنايا في الخارج، لا اللي خدام فيها نتايا. يعني عقل عليه، هاد موال لانفيني هذا كنجيبوها من هنايا، كي اللي كيسحبوا هاد بجوار على حساب الخارج، لا المعلم. يعني كتبوا هنايا او ايكغيك او ايكغيك فرع شلجامي بجوار موال لانفيني، ولا تكتب سي اف يقبل فرع شلجامي يقبل فرع شلجامي في اتجاه محور الاتي بجوار موال لانفيني. اي صيغه كتبتيها راه عندها نفس المعنى. دونك نمشيو للسؤال الموالي. دونك خرجنا السؤال ديال الفروع اللينائيه، غادي نمشيو للسؤال رقم 3. هذا السؤال رقم 3 اشنو مطلوب مني هنايا؟ قال لي ادرس الوضع النسبي للمنحنى سي اف مع المستقيم الدالتا. هاد الدالتا فين هي المعادله ديالو؟ هي هادي اللي عندي قبيله هنايا، هي اكس موان زد. بينا نديرو الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف، هاي الوضع النسبي، الوضع النسبي دائما تيكون بين جوج الحوايج، اما داله مع داله ولا مستقيم مع داله. دونك لا بوزيسيون غولاتيف دونك هاد لا بوزيسيون غولاتيف فاش كنديرو فيه؟ كنحل المعادله ديال اف لي اكس ناقص ايكغيك. لدينا اف لي اكس ناقص ايكغيك تتساوي صفر، كنحل المعادله هادي مزيان. يلا اف لي اكس يكافئ، اف لي اكس هاي هي اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد فليكسبونسيال ديال موا اكس ناقص هذاك المستقيم بين قوسين تتساوي صفر. دونك فين هو المستقيم؟ هو اكس ناقص واحد، هاو اكس
ناقص واحد. شوف معايا هنايا عندنا واحد الاختزال اكس ناقص واحد واكس ناقص واحد، هذا مع هذا مشى. اشنو كنديروا من بعد؟ يكافئ ان اكس زائد واحد في الاكسبونسيال ديال مو اكس كتساوي صفر. شكون اللي بالنسبه لك كيساوي صفر؟ واش الاكسبونسيال مو اكس ولا اكس زائد واحد؟ الاكسبونسيال دائما تكون موجب، يعني هذا هو اللي كيساوي لنا صفر. يعني بينا نديرو اكس زائد واحد هي اللي كتساوي صفر، يعني اكس تساوي ناقص واحد. مزيان، يعني لقينا حنايا الحل ديال هاد المعادله. دونك الحل كيساوي ناقص واحد، بينا نديرو واحد جدول الاشاره ديال هاد التعبير هذا. غادي ندير واحد جدول الاشاره هنايا. المعادله اللي حلينا هي اف دي اكس ناقص ايكغيك موال لانفيني ناقص واحد بلس لانفيني. دونك هنايا اكس زائد واحد كيف جاي لها معامل ديال اكس موجب، كنسبقوا العكس ديالها هي ناقص، وهنايا بينا نديرو زائد. شوف معايا هاد اف لاكس ناقص اكس، عفوا اف لاكس ناقص ايكغيك الاشاره ديالها مرتبطه باكس زائد واحد. مزيان، دونك هاد اكس زائد واحد كتكون مره موجبه مره كتكون سالبه. يلا كتب لي هاد الشيء هذا. دونك هنا عندنا اف دو اكس ناقص ايكغيك تتكون صغر من زيرو كيلكو سوا اكس ابارتي لانترفال موال لانفيني ناقص واحد. مزيان، وعندنا عاود تاني اف دو اكس ناقص ايكغيك كتكون كبر من زيرو كيلكو سوا اكس ابارتي لانترفال ناقص واحد بلس لانفيني. احنا حددنا الاشاره، دابا غادي نقولوا امتى تيكون التمثيل فوق المستقيم وامتى تيكون المستقيم تحت الداله تحت المستوى، عفوا تحت التمثيل المبياني. دونك هنايا الا كان الفرق سالب كنقول ان الداله تحت، يعني التمثيل المبياني ديالها تيكون تحت المستقيم. يعني نكتبوا هذا الشيء هذا. دونك هنايا نعاودوا نكتبوا اف دو اكس ناقص ايكغيك قلنا صغر من زيرو في المجال موال لانفيني ناقص واحد. يعني هنايا عندنا سي اف يوجد تحت المستقيم دلتا اللي عند المعادله كيساوي اكس ناقص واحد. يعني نكتبو هنايا سي اف او دي سو لا دغوات دلتا سيغ لانترفال موال لانفيني موان زان. مزيان، وعندنا عاود تاني اف دو اكس ناقص ايكغيك كبر من زيرو في لانترفال اكس تنتمي للمجال ناقص واحد بلوس لانفيني. يعني هنايا سي اف يوجد فوق دلتا في المجال ناقص واحد بلوس لانفيني. يعني هنايا سي اف او ديسو دلتا سور لانترفال موانز ان بلوس لانفيني. يعني هاد الشيء هذا ضروري خاصو يبان ليا فاش كنبغي نرسم التمثيل المبياني. دونك نكملو الاسئله الاخرين. دائما دير في بالك الوضع النسبي لا بوزيسيون غولاتيف تيكون بين جوج الحوايج، باش كتخرج الاشاره ديالهم كتحسب الفرق الداله ناقص المستقيم، ولا هنايا يمكن لك تنقص الداله الجي. الى عطاك الوضع النسبي هنا لا فونكسيون اف ومع لا فونكسيون جي، ولكن هذه كتكون قليله نادرا فاش كيعطيك لا بوزيسيون غولاتيف اونتر دو فونكسيون، اما غالبا كيكون بين فونكسيون مع واحد المستقيم. صافي، نكملوا الاسئله الاخرين. دونك هنايا ندوزو السؤال 4 الف بين ان اف بريم دو اكس كتساوي جي اكس لكل اكس من ار. يعني هنايا بغينا نمشيو نحسبوا لا ديريفي ديال هاد لا فونكسيون اف، وغادي يعطينا جي اكس اللي هي هادي. دونك لا كيسيون 4، ولكن قبل ما غادي نحسبوا لا ديريفي كنقولوا ان اف قابله للاشتقاق على ار. دونك اف اي ديريفابل سور ار. دابا غادي نجيو نحسبوا اف بريم ديالنا لكل اكس من ار. اف بريم دو اكس كتساوي اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونسييل ديال موان اكس. هادشي كامل بين نديرو بريم، هو عطاني ان الخارج خاصو يساوي ليا جي اكس. هاي بين ان
اف بريم اكس كتساوي جي اكس، يعني غادي ندير لا ديريفي ديالها وخاص يخرج ليا هذا التعبير هذا. دونك نمشيو نحسبوا لا ديريفي بشكل عادي. دونك غادي لا ديريفي تقسم عليهم بجوج، يعني عندنا البريم بتولي عندنا اكس ناقص واحد هي بريم، زائد هنا عندنا داله في داله اكس زائد واحد مضروبه في ليكسبونسيال ديال موا اكس هادشي بريم، ونبقى عينيا على جي اكس. دونك كتساوي، دونك هنا عندنا بريم اكس بريم هي واحد وناقص واحد هي زيرو، دونك هنا واحد زائد بغيت نحل واحد القوس، علاش؟ راه عندنا داله في داله. دونك الاولى بريم اكس زائد واحد بريم هي واحد في ليكسبونسيال موا اكس هي نفسها، ها هي اكسبونسيال موا اكس، زائد هذا اكس زائد واحد بغيت تضرب في ليكسبونسيال ديال موا اكس بريم، ها هي. ونرد البال على الاشاره، واحد زائد هنا عندنا ليكسبونسيال ديال موا اكس زائد اكس زائد واحد. اشنو قلنا على ليكسبونسيال ديال موا اكس؟ ليكسبونسيال ديال موا اكس بريم هي ناقص اكسبونسيال موا اكس، هي ناقص اكسبونسيال موا اكس. يلا دابا نشر مع هادي وحيد الاقواس من بعد. دونك واحد زائد ليكسبونسيال ديال اكس، ها هي حيدنا الاقواس مسبوقين بزائد، ما غادي نخاف حتى شي حاجه. ليكسبونسيال هنا عندنا ناقص اكسبونسيال موا اكس في اكس، هي ناقص اكس اكسبونسيال موا اكس، وهاد ناقص في زائد هي ناقص اكسبونسيال موا اكس. مزيان، شوف معايا حسب، عندنا واحد ليكسبونسيال هنا عفوا ديال موا اكس ديال واحد الموا، دونك هادي هي المقابل ديالها، هذا مشى مع هذا. اشنو بقى عندنا؟ بقى عندنا واحد ناقص اكس اكسبونسيال موا اكس. غادي نشوف هذا الخارج واش هو جي اكس ولا لا. شوف جي اكس ها هي موا اكس اكسبونسيال موا اكس ها هي زائد واحد ها هو. اذا اف بريم دو اكس كتساوي جي دو اكس لكل اكس من ار. دونك اف بريم دو اكس كتساوي جي بريم، عفوا اف بريم دو اكس كتساوي جي اكس. هنا فين قلنا راه كيعاونني هاد لابارتي الاولى كتعاوننا في تحديد الاشاره، غادي يطلب مني جدول التغيرات، هادي معروفه اون فوا كيعطيك لا ديريفي راه كيطلب منك المشتقه، اعطيني جدول التغيرات. دونك هنا ب، هنايا ا الف الف، دونك ب هنايا. دونك باش نخرجوا جدول التغيرات خاصنا نعرفوا الاشارات ديال اف بريم. دونك الاشاره ديال اف بريم اشنو هي؟ هي الاشارات ديال جي اكس، والجي اكس راه بينا حنا في هذا السؤال هي كبر من زيرو، بنكتب ليه هنايا لدينا ولا نعلم لدينا اون جي اكس كبر من زيرو لكل اكس من ار. مزيان، هذا ماشي معطى، هذا لقيناه في السؤال، ها هو خرجناه في هذا السؤال، يعني نكتب لي هنا بين قوسين لا كيسيون ديالنا منين جبناها، يعني السؤال الثاني في لابارتي الاولانية، يعني بنكتب ليه جوج في لابارتي واحد هكا، باش الأستاذ غادي يمشي لهذا السؤال غادي يلقى نيت فغي هذه كاينة. دونك إلا كانت جي إكس كبر من زيرو، و إف بريم إكس كتساوي جي إكس، إلا كانت هذه موجبة، بتكون حتى هذه موجبة. دونك اف بريم لإكس كبر من زيرو، وإلا كانت عندنا اف بريم لإكس كبر من زيرو في المجال إيغ بتكون الدالة تزايدية قطعا، يعني بدنا نديرو هنا واحد جدول تغيرات، ها هو بتكون معرفة على إيغ بيان سيغ و اف لو إكس هاهي. دونك موال لانفيني بلوس لانفيني لقينا أن الدالة اف بريم موجبة، يعني الدالة تزايدية، ومنساش لا ليميت اللي خرج ليا في موال لانفيني ولا ليميت بلوس لانفيني. دونك نرجع لا ليميت بلوس لانفيني راه لقيناها بلوس لانفيني، ولا ليميت في موال لانفيني عطايا لقينا فيها موال لانفيني، ها هي. دونك هنا الطاولة دو فاريسيون صحيح، موان بيمشي لبلوس بيان سور بيطلع، كون عندنا العكس غادي نقول اما خطأ في الإشارة ديال المشتقة ولا إشارة ديال ولا الإشارة ديال لانفيني اللي هما خطأ. دونك نكملوا الأسئلة الآخرين. السؤال خمسة، أدرس تقعر المنحنى سي إف حدد نقطة الانعطاف. هنايا بينا نقولوا واش عندنا سي اف كونكاف ولا كونفيكس، باش كنخرجوا هذا السؤال ديال لا كونكافيتي ديال سي اف. دونك السؤال خمسة، تقعر باش كتخرجوا؟ كتخرجوا باف سكوند، اف سكوند هي باش كتخرج تقعر. هنايا انت راه بحال عندك اف بريم تساوي جي اكس، دونك لدينا اون اف بريم دو اكس
كتساوي جي اكس. مزيان، انت اش بغيتي تحسب؟ بتحسب اف سكوند، دخل بريم هنايا ودخل بريم هنايا، دونك اف بريم دي اكس عفوا اف سكوند تساوي جي بريم دي اكس. اشنو درتي؟ دخلتي بريم هنايا ودخلتي بريم هنايا، هاد جي بريم لي اكس انت ديجا خرجتيها في لابارتي الاولى ديال جي اكس. لدينا قلنا جي بريم لي اكس تتساوي، رجع معايا السؤال الاولاني، ها هي جي بريم. دونك حنا لقينا جي بريم لي اكس كتساوي اكسبونسيال موان اكس عامل لي اكس ناقص واحد. مزيان، هاد جي بريم فاش لقيناها كتنعدم؟ لقيناها كتنعدم في واحد، هاي اللي هي هادي. مزيان، يعني هنايا الا كانت جي بريم كتنعدم في واحد وجي بريم هي اف سكوند، يعني ان اف سكوند هي كتنعدم ليا في ناقص واحد، عفوا في واحد. يعني هاد الجدول هذا ديال جي بريم بغيت نديرو ديال اف سكوند، وبغيت ندير نفس القضيه اللي كاين هنايا. يعني غادي نقولو هنايا نديرو هذاك الطابلو ديال اف سكوند، يعني اف سكوند هنايا ها هي اف سكوند دو اكس، وانا كندير تقعر المنحنى، المنحنى سي اف موال لانفيني بلوس لانفيني، لقيناها كتنعدم في واحد، هنايا بتكون سالبه هنا بتكون موجبه. فاش كيكون عندنا اف سكوند سالبه اشنو تيكون عندنا؟ مقعر، ها هو تيكون تشوف لتحت. وفاش تيكون هنايا بلوس تيكون محدب، هنايا كون كونفيكس وهنايا كونكاف، مبتسم حزين. اللي كنت تشوف لتحت بحال شي واحد مغوبش، يعني كيكون مقعر يعني كونكاف. الا كان شي واحد تيضحك مبتسم يعني كونفيكس يعني محدب. واشنو هي هادي؟ شوف معايا هنايا اف سكوند انعدمت وبدلات الاشاره، يعني اش عندنا نقطه انعطاف، غادي نسميها نقطه انعطاف هذه، مثلا نسميها ا. هذا اشنو عندنا فيها؟ واحد في الاوفصول واف ديال واحد في الاورتو. ما كيعنيش انك انت خرجتي السؤال هنا، لا، خرجتي غير الطابلو باش تشوف فين تيكون عندك كونكاف وفين تيكون عندك كونفيكس. دابا عاد جيت كتب معايا هذا الشيء هذا، يلا شوف معايا كل حاجه بلاصتها. كيلكو سوا اكس ابارتي انترفال موال لانفيني واحد، اشنو عندك؟ عندك اف سكوند صغر من زيرو، ها كيعني ان السي اف مقعر، يعني السي اف كونكاف. مزيان، وفي المجال الاخر كيلكو سوا اكس ابارتي المجال واحد بلس لانفيني، اشنو عندنا؟ اف سكوند كبر من زيرو، يعني اش عندنا؟ سي اف محدب، يعني سي اف كونفيكس. مزيان، واشنو اخر عندنا؟ عندنا اف سكوند تتنعدم وكتبدل الاشاره، يعني اف سكوند تنعدم مع تغيير الاشاره. اذا اف سي اف عفوا يقبل نقطه الانعطاف افصولها واحد اللي هي هذه. يعني بما ان، اكتب لي بما ان اف سكوند تنعدم وتغير إشارتها، إذا سي دو اف يقبل نقطة انعطاف. دونك هنايا اف سكوند سانول اي شونج لو سين، دونك سي اف ادمي اون بوان دانفليكسيون اللي هي نسميها ا، اللي هي واحد اف لي واحد، ونخلي الارتوب من بعد تنحسبو تنبغي نرسم التمثيل المبياني. دونك ندوزو للاسئله الاخرين. من بعد هنا عطاني حدد معادله المماس، دونك هنا يطلب مني باش ندير ليه ليكواسيون ديال طونجونت تي. هاد طونجونت تي هاد معادله المماس خاصو يعطينا اكس زيرو شحال كتساوي، ها هي افصولها زيرو، يعني كتب معادله المماس هنايا. دونك السؤال 6، سؤال 6 ها هو معادله المماس. اشنو هي معادله المماس؟ ايغريك احفظها، ايغريك كتساوي اف بريم تاع اكس صفر
عامل ل x ناقص x صفر زائد f تاع x صفر. هذه هي معادلة الماس كتحفظ. يلا دابا شنو بينا نديرو؟ نحيدو اكس زيرو ونعوضها بالاوفصول اللي عندي هنايا، هي اوفصولها زيرو، يعني بدنا نحيد اكس زيرو ونعوضها بزيرو، ماشي دائما زيرو على حسب الاوفصول اللي عندك. يعني ايكغيك كتساوي اف بريم تاع صفر عامل لاكس ناقص صفر زائد اف تاع صفر. هاي اف بريم في بينا نمشيو نحسبوه في المشتقة، دونك نرجع معايا للمشتقة هنايا ديال اش اف بريم. ها هي اف بريم اللي عندي خرجت ليا واحد ناقص اكس اكسبونونسيال موا اكس، باش بغينا نعوضوه بزيرو، دوك ليكسبونونسيال ديال زيرو اللي هي واحد في صفر اللي هي صفر بقى عندنا واحد. هاي نكتبو هنايا ايكغيك كتساوي واحد عامل اكس ناقص صفر هي اكس زائد اف تاع صفر. يلا اف صفر رجعوا حسبها في الدالة، دونك هنا صفر ناقص واحد اللي هي ناقص واحد، ليكسبونسيال زيرو هي واحد، واحد في واحد هي واحد، ناقص واحد هي زيرو. هاي يعني النتيجة النهائية بتبقى عندنا تي ايكغيك كتساوي اكس. هذه هي معادلة المماس ليكواسيون ديال طونجونت. دونك نشوفوا الاسئله الاخرين من بعد. طلب مني باش نرسم ليه التمثيل المبياني، دونك نرسموا هنا التمثيل المبياني ديال لا فونكسيون اف. في نفس الوقت نقسم هذا المعلم هذا ونرد البال هنايا واش عطاني الوحده ولا ما عطاها ليش. يعني فاش كيعطينا واحد الوحده باش كنخدم راه ضروري نخدم بيها. يلا تبعي معايا هاد الخطوات اللي كنديرو في التمثيل المبياني، راه ساهل ما تحاولش تخليه كامل. يعني هاد السي اف هذا على الاقل ارسم المقاربات الا ما قدرتيش انك ترسم التمثيل المبياني كامل. دونك هنايا ما عطاناش الوحده هنايا ديال السي اف، ما عطانيش الوحده، يعني نحاول ندير واحد جوج سنتيمتر باش يكون التمثيل واضح. دونك اول حاجه هنايا ارسم المقاربات، الا عندك شي مقارب افقي ولا عمودي ولا شي مستقيم ارسمه. علاش؟ حيت هذاك المستقيم فاش كترسمو عنده واحد النقطه كتمشي كتاخذها عليه. يلا رجع معايا لهنا، شوف معايا اول حاجه هنايا عندنا واحد الدلتا عنده المعادله اي كتساوي موان ز، مالو مقارب مائل بجوار بلس لانفيني. دونك هاد اي ها انت شوف اي عندك دلتا اي كتساوي اكس ناقص واحد. هاد اي كتساوي اكس ناقص واحد بغيت ترسمو في المعلم خاصك جوج النقط على الاقل، المستقيم كيمرم جوج النقط. دير واحد الطابلو هنايا واحد الخانة فيها اكس واحد الخانة فيها اي، وهنايا عطي بعض النقط. الى اكس عطيتيها لزيرو بقى عندنا اي ناقص واحد، الى عطيتي اكس واحد بقى عندنا اي زيرو. ها دونك صفر ناقص واحد فينا صفر هاي، و اكغيك فيها ناقص واحد هاي، ها النقطة الأولى. زيد واحد صفر، ها واحد صفر ها النقطة الثانية. يعني هنا بغينا نرسمو واحد المستقيم دالتا، هاو مستقيم دالتا بجوار بلس لانفيني ياك، ها هو قال ليا بجوار بلس لانفيني، يعني غادي نطولو جيت بلس لانفيني. هنا موال لانفيني ما عندنا ما نديرو به، يعني بغينا نديرو اكغيك كتساوي اكس ناقص واحد. مزيان، اشنا اخر عندنا؟ عندنا واحد المماس بحال لقينا فيه اكغيك كتساوي اكس، فين هو المماس اكغيك كتساوي اكس؟ يعني اي نقطة خديناها الاكس هي ديال اكغيك. النقطة الأولى صفر صفر، والنقطة الثانية واحد واحد، هذه هي النقطة ديال المماس. يعني هنايا غادي ندير واحد المماس دايز من صفر مع واحد، هاو هذا اكغيك كتساوي اكس، هذا راه مماس. دابا نجيو نشوفو الدالة كيفاش بادية وكين فين غادية. دونك نجيو طابلو دو فارياسيون ديال لا فونكسيون اف، ها هو نعم سيدي. وما نساوش واحد نقطة انعطاف للأوفصول ديالها واحد والأرتوبية اف ديال واحد. دابا عاد نجي نحسب اف ديال واحد في لا فونكسيون اف. دونك هنا واحد ناقص واحد هي زيرو، دونك واحد زائد واحد هي جوج، ليكسبونونسيال ديال ناقص واحد هي جوج على او. هنايا دونك هنايا عندنا واحد النقطة الانعطاف اللي سميناها. مزيان دابا كنرسم كل حاجة بوحدها. يلا اش بقى ليا؟ بقى ليا الوضع النسبي. فين هو الوضع النسبي؟ ها هو نعم سيدي.
الوضع النسبي خاصه حتى هو هذا الشيء اللي عندنا هنا هو اللي يكون في التمثيل المبياني. شوف معايا سي اف كاين تحت المستقيم ايغريك دلتا ايغريك كتساوي اكس ناقص واحد، فين في المجال مولا فيني تا ناقص واحد، فين هي مولا فيني؟ ها هي نعم سيدي، من مولا فين تا ناقص واحد مزيان. اييه يعني كاين التمثيل المبياني فين؟ كاين تحت المستقيم يعني مرسوم هنايا لتحت مزيان، وفي المجال ناقص واحد تال بلوس لانفيني، من ناقص واحد تال بلوس لانفيني التمثيل مرسوم فوق المستقيم. يعني دابا هنا شنو بقى ليا؟ بغيت نمشي نحسب الصورة ديال ناقص واحد باش نعرف إيكغيك ديالها بالضبط فين بتجي. دونك أجي معايا للدالة، حسب معايا إيكغيك ديال ناقص واحد، عفوا إكس ديال ناقص واحد. دونك نجيو نحسبو هنايا، فين ما كان إكس نعوضها بناقص واحد. دونك ناقص واحد ناقص واحد زائد ناقص واحد زائد واحد اكسبونسيال ديال واحد، دونك هادو مشاو ليا زيرو، بقى عندنا ناقص جوج. دونك الى عندنا اكس فيها ناقص واحد، اكس فيها ناقص واحد، ايكغيك فيها ناقص جوج، هاي دونك تقريبا ما تجي هنا، هنا فين باتجي. دونك التمثيل المبياني مناش باتجي؟ باتجي من مولا فيني، هاي مولا فيني عطاتنا مولا فيني مزيان. فاش مشينا حسبنا اف لي اكس على اكس شحال عطاتنا؟ عطاتنا لانفيني بلوس لانفيني عطاتنا، يعني هنايا عندنا واحد الفرع الشال الجامي في اتجاه محور الاتي. فين هو محور الاتي؟ هو هذا، هذا هو محور الاتي. يعني الدالة واش بتكون كتقرب لهنا ولا كتقرب لهنا؟ كتبعد عليه، يعني التمثيل بادي من هنايا غادي يمشي حتى لهاد النقطة هادي وغادي يطلع حتى لهنايا، ومن بعد غادي يولي التمثيل المبياني مرسوم. دونك هنايا ما بقينا غير نبداو هاد التمثيل المبياني. دونك اول حاجه غادي نستعملو بها هي هاد الجدول التغيرات. شوف معايا في مولا فيني عطاتنا مولا فيني، مشينا حسبنا اف لي اكس على اكس لقيناها كيساوي لانفيني. دونك عندنا واحد الفرع شال جميع في اتجاه محور الاتي، يعني فين هو محور الاتي؟ ياك هو هذا، يعني التمثيل ما عادش يبدا مقرب ليه، لا عادي يبدا بعيد عليه، من هنا عادي يبدا. مزيان فين عادي يمشي؟ غادي يمشي حتى لهاد النقطه هادي مزيان، من بعد غادي يكمل حيتاش الدالة تزايدية، يعني غادي يمشي حتى لهاد النقطة هادي، ومن بعد غادي يقرب لهاد المستقيم. ياك هذا هو إيكغي كتساوي إكس ناقص واحد اللي هو هذا بالأحمر، مزيان، وهذا مماس، مزيان، يعني الدالة كتكون كتقرب لهاد المماس غادية معاه، وفي نفس الوقت فاش بتوصل لهاد النقطة هادي بتنعطف، حيتاش هادي هي البوان دانفليكسيون اللي حسبنا، من بعد بتنعطف وتقرب لهذا. وهنايا غادي نمشي نحسب إف ليا زيرو، بغيت نشوف واش فعلا بتعطينا زيرو، وفعلا راه مشينا حسبناها في معادلة المماس هنايا عطاتنا صفر، يعني التمثيل المبياني غادي يدوز من صفر وغادي يهبط لهاد النقطة وغادي يمشي من هنايا وغادي ينعطف غادي يجي هنايا. دونك التمثيل غادي نبدا من هنايا مع هاد المماس. شوف معايا هو غادي وكيبعد على هذا، ما تحاولش تقرب منه، لا غادي كيبعد عليه بحال غادي بيجيب عليه الدورة من هنا، مزيان. وهنايا غادي نمشيو عند هاد النقطة انعطاف، نمشيو مع هاد المماس ماشي مشكلة، قصد هاد المماس يمشي حتى لهنايا. هنا عندنا واحد الانعطاف بحال شي رومبا قدامك، يعني خاصو يتنعطف هنا، يعني هنا خاصو يبان لنا واحد الانعطاف. ونقرب لهاد التمثيل لهاد المستقيم، ما نحاولش نقيس هاد المستقيم هنايا، لان عندنا نفوت داكشي باش تبان لك ان هاد التمثيل قاس ليا هذاك المستقيم ديالي. دونك هنايا عندنا سي اف ديالنا، يعني دائما دوك الحويجات اللي تيكونوا عندك هنايا حاول طبقهم كما هو. نمشيو للتتمه ديال التمرين. دونك هنايا نمشيو للجزء الاخير اللي هو المتتاليات. هاد المتتاليه هادي مرتبطه بالداله اف، مزيان. اول سؤال هنا عندنا بين ان يو ان محصوره بين 0 و 1، الى عندك المتتاليات مرتبطين بالداله راه اسهل بكثير الى كانوا بوحدهم. شوف ثلاثه الاسئله الجواب ديالهم كاين هنا صافي، يعني ما تضيعش النقط في المتتاليات الى كانوا مرتبطين بالداله. خير مثال على هذه القضيه هذه شوف الوطنيات اللي تكون فيهم المتتاليات بوحدهم شحال من سؤال عليهم، تكونوا خمسه ولا اربعه تقريبا، تكون فيهم ثلاث نقاط. هنايا تكون تقريبا جوج ونص ولا جوج 75، وتكون عندك ثلاثه الاسئله والجواب ديالهم تكون من هنايا. دونك اول حاجه نبداو بالمعطيات ديالنا هنا. دونك حنا عندنا يو 0 كتساوي واحد، هيا يو ان زائد واحد كتساوي اف ديال يو ان، وعندنا ان تتنتمي لان،
مزيان. السؤال الاول بين ان مونتري كو كيل كو سوا ان ابارتيان دو ان، بين ان مهما يكون ان من ان. السؤال الاول هذا بين ان يو ان محصوره، يو ان محصوره بين صفر وواحد، يعني بورن. اول حاجه البرهان بالترجع، شنو هما المراحل ديالو؟ من اجل ان تتساوي بور ان تتساوي اش، اول عنصر في هذه المجموعه هو زيرو. هاو يلا رجع معايا، عوض معايا ان بزيرو باش ما تولي عندك. لدينا او زيرو تتساوي شحال؟ واحد. اذا او زيرو راه محصوره بين صفر واحد. المرحله الاولى حيدتيها دونك هنا. يلا المرحله الثانيه شنو كنكتبوا فيها؟ نفترض ان اون سيبوز كو اش، اشنو كنفترضوا؟ كنفترضوا السؤال اللي عندنا اللي هو يو ان محصور بين صفر وواحد، اييه. ومن بعد كنكتبوا ولنبين ان يو ان اون مونتر كو يو ان زائد واحد، يو ان زائد واحد محصوره بين صفر وواحد. مزيان يلا دابا الى بينتي هذه صافي، راه داك الافتراض عندك صحيح. اشنو كنبداو بالافتراض اللي عندنا هنايا. لدينا هذا الافتراض تولي بحال شكل معطى اون يو ان محصوره بين صفر وواحد. عقل على المراحل، هذا الشيء كيبقى كما هو. الى عندنا متتالية مرتبطة بالدالة، هادشي كامل تيبقى هو هو. اشنو كيتبدل؟ هي الارقام صافي. من بعد غادي نبغيو ندخلو الدالة اف هنايا، ولكن خاصني نكتب ليه لا فونكسيون اف كيفاش دايرة. غير في لانتيغفال زيرو واحد حنا عندنا الدالة بين زيرو واحد هي تزايدية، ما بانتلكش في التمثيل البياني، ها هي في جدول التغيرات هي اصلا تزايدية من موال لانفيني بلس لانفيني. يعني الا كانت من زيرو واحد واش بتكون تزايدية؟ بيان سور. يعني نكتب ليه هنايا لدينا اون اف اي ستريكتومون كرواسونت سور لانترفال زيرو واحد، اف تزايدية قطعا على المجال زيرو واحد. هي تزايدية قطعا في اغ وبالخصوص في هذا المجال زيرو واحد. يعني هنايا غادي ندخلو الدالة اف ديالنا، اف ديال زيرو، اف ديال يو ان، و اف ديال واحد. هذاك الرمز تيبقى كما هو، اصغر. علاش؟ الداله التزايديه كتحافظ على الترتيب، كون كانت تناقصيه بيقلب هي الترتيب ما تقلبش الرمز. حسب معايا اف ديال زيرو وحسب معايا اف ديال واحد. اف ديال واحد راه هي واحد، هي من خلال التمثيل المبياني، ها هي اف ديال واحد كتساوي واحد، و اف ديال زيرو راه كتساوي صفر. اذا اف ديال صفر هي صفر، و اف ديال واحد نعاود نفيريفي واش هي واحد. دونك واحد ناقص واحد هي زيرو، واحد زائد واحد هي جوج على اكسبونسيال كتساوي جوج على او، وهاد جوج على او راه صغر من واحد. يعني الى عندك اف ديال زيرو صغر من اف ديال يو ان صغر من اف ديال واحد، نعاودو نكتبو هنايا اف ديال زيرو هي صفر، هاهي نعوضوها. اف ديال يو ان هي يو ان زائد واحد، و اف ديال واحد هي شحال؟ ماشي هي واحد، هي جوج على او، ولكن هاد جوج على او راه صغر من واحد. ماشي بالضرورة هنايا هاد السطر يعاودنا كتبناه، هاد السطر اللي عندنا هنايا عاودنا كتبناه، حسبنا الصور وكتبناه هناهم هنايا. بالنسبة لاف لي زيرو هي نفسها، اف ديال واحد حسبناه عطاتنا جوج على او. هاد التعبير هذا ماشي ضروري، هاد الصور تلقاهم هما نفسهم. بعد مرات تتحسب اف لي زيرو تلقاها كتساوي صفر، وبعد مرات ما كتلقاهاش. اشنو خاصك دير؟ اف ديال زيرو اما تعطيك صفر ولا تكون القيمة كبر منها، يعني كبر من زيرو. وبالنسبة لهذا العدد اما تلقاه هو نيت ولا تلقاه صغر منه.
هادشي اللي كاين. الا عندنا ا صغر من بي و بي صغر من سي، يعني هذا راه صغر من هذا. إذا صفر صغر من يو ان زائد واحد صغر من واحد، وهذا السؤال هذا راه هو اللي حطينا هنا بنا نبينو. إذا يو ان صغر من واحد وكبر من صفر لكل ان من ان. وانت خرجتي السؤال الاولاني، نمشيو للسؤال الثاني. كادري هذا باش نعقل عليه. نمشيو للسؤال الثاني، بين ان يو ان تناقصيه، مونتري كو يو ان ديكروسونت. الى بينا نبينو ان يو ان، مونتري كو يو ان اي ديكروسونت. الى بغيت تبين واحد المتتاليه تناقصيه وعندك المتتاليه مرتبطه بالداله، ما تمشيش تفكر انك تخدم يو ان بلس ان ناقص يو ان. هذيك كنديرها الا كانت بوحدها. اش بغيت نمشي نديرها استاذ؟ بغيت نمشي تقلب على هذه اف دو اكس ناقص اكس، هذه هي اللي بغيت تمشي تقلب على الاشاره ديالها. اما تكون سبق لك خرجتيها ولا عاود خرجها بحال بحال. اما تكون اف لي اكس ناقص اكس ولا العكس ديالهم، اكس ناقص اف دو اكس. حنا في الوضع النسبي شنو درنا؟ درنا اف لي اكس ناقص ايكغيك. ها ايكغيك رد معايا البال، ايكغيك في اكس ناقص واحد، حنا ما عندناش اكس، يعني هذه بغينا نمشيو نحسبوها. لدينا بدنا نمشيو نحسبوها تتساوي اف الاكس هي الداله، هي اكس ناقص واحد، اكس ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال موا اكس ناقص اكس تتساوي. دونك غادي نختازلو هاد اكس مع ناقص اكس، اشنو غادي يبقى عندنا؟ ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال مو اكس. مزيان، هاد التعبير اللي خرج لك هنا انت بغيتي تلقى الاشاره ديالو، الاشاره هي اللي كتهمك. مزيان، شوف معايا هنايا، هاد ليكسبونسيال موجب، هاد اكس زائد واحد مره كتكون موجبه مره كتكون سالبه، وهنا عندنا ناقص واحد، يعني هادي ما عندهاش الاشاره بشكل مباشر. اشنو خاصك دير هنايا؟ بيتمشي درس ليها الاشاره. إذا بغيتي تدرس لها الإشارة عند جوج ديال الطرق، يا إما تحل المعادلة، يا إما ترجع على شكل يعني دالة وحدة أخرى ودير لها الطابلو دو فارياسيون وتستنتج الإشارة ديالها. دونك هنايا إذا دوزنا هاد ناقص واحد للجهة أخرى ونبغيو ندخلو الإل إم، ما كاينش كيفاش ندير. علاش؟ عندنا إكس زائد واحد حبساني، هاد إكس مرة كتكون موجبة ومرة كتكون سالبة، ما يمكنش ندخل الإل إم على شي حاجة ما عرفناهاش. يعني أش بينا نمشيو نديرو؟ غادي نديرو واحد الدالة نسميها التعبير هذا ونخرج ليها الاشاره ديالها. نضع اون بوز اش لي اكس ولا يو لي اكس ولا في اكس، يا ما تكونش شي داله سميتها هنايا. اش لي اكس مثلا كتساوي ناقص واحد زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال ناقص اكس. هذا بينا نمشيو ندير ليه الاشتقاق ديالو، بغيت نمشي نخدم ليه الاشتقاق باش نستنتج الاشاره هي من جدول التغيرات. دونك هنايا اش بريم دو اكس تتساوي ناقص واحد بريم زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال موان اكس بريم تتساوي. هاد ناقص واحد صفر مشات، هنا عندنا دالة في دالة، دونك اكس زائد واحد بريم هي واحد، بقى عندنا ليكسبونسيال ديال موان اكس هاي زائد اكس زائد واحد ليكسبونسيال ديال موان اكس بريم هي ناقص ليكسبونسيال ديال موان اكس. ونشرب دابا هداكشي، اكسبونسيال موا اكس ناقص اكس اكسبونسيال موا اكس ناقص اكسبونسيال موا اكس. شوف معايا هنا عندنا اختزال، عندنا هذا مشى مع هذا، يعني اش بقى عندنا؟ اش بريم لإكس كتساوي ناقص اكس اكسبونسيال موا اكس. خرج ليا الطابلو دو فارياسيون ديال هادي، هادي فاش كتنعدم؟ كتنعدم في زيرو. مزيان، هاهي غادي نديرو هنايا اش لإكس وهنايا اش بريم لي اكس، عفوا اش بريم لي اكس قلبناهم، وهنايا اش لي اكس. دونك موال لانفيني زيرو بلوس لانفيني، حنا كتهمنا الاشارات ديال هاد اش لي اكس هنايا، نعدمات في زيرو. ورد البال الاشارة هنايا، الاشارة ديال اكس كيفاش دايرة هنايا؟ سالبة، يعني بتكون هنايا موجب هاي بلوس، وهنا بتكون موان، يعني اش بتكون عندك الدالة التزايدية
ومن بعد تناقصية. هاكو انا اش ديال صفر، هذا اش ديال زيرو اشنو كتمثل ليا بالنسبة للدالة اش؟ قيمة قصوى، فالور ماكسيمال. نكتبها لي، لدينا اش تاع صفر قيمة قصوى للدالة اش، اش دو زيرو فالور ماكسيمال دو لا فونكسيون اش. الى عندنا قيمة قصوى كتكون الدالة صغر من هذاك العدد، اذا دونك اش لي اكس صغر من او يساوي اش لي صفر. فين اش لي صفر؟ راه هي هادي اللي عندك هنايا، من الاول حسب ليا الصوره ديالها، زيرو زائد واحد اللي هي واحد، ليكسبونسي ديال صفر اللي هو واحد، واحد في واحد اللي هو واحد ناقص واحد هي زيرو. يعني هنايا اش لي اكس صغر من صفر. إذا كان اش لي اكس صغر من زيرو اشنو كيعني؟ كيعني ان التعبير هذا كامله سالب. ها هي فين حطيناها؟ هذا سالب. وإذا كان هذا سالب كيعني ان اف لي اكس ناقص اكس سالبة، وإذا كان اف لي اكس ناقص اكس سالبة كيعني ان المتتالية تناقصية. يعني هنايا ديرو كيل كو سوا اكس ابارتيان دو ار. اذا دونك اف لي اكس ناقص اكس صغر من زيرو، انا تيهمني غير المجال بين زيرو وواحد، هي راه سالبه في ار وبالخصوص في المجال زيرو وواحد. دابا غادي نديرو نضع اون بوز يو ان كتساوي اكس. يعني اش بتولي؟ بينا نمشيو لاكس وبغيت نعوضها بيو ان، بتولي عندنا هنايا يو ان اف ديال يو ان ناقص يو ان صغر من صفر. واشنا هي اف ديال يو ان؟ هي يو ان زائد واحد ناقص يو ان صغر من صفر. اذا يو ان اي ديكرواسونت، متتالية تناقصية. انا رد البال على الطريقة اللي درنا هنايا تناقصية. نمشيو للسؤال الأخير، استنتج أن متتالية متقاربة. دونك الا بغينا نقول انها متقاربه كنقولوا جوج الحوايج، اما تزايديه ام كبوره ولا تناقصيه ام صغيره. حنا عندنا تناقصيه، نكتبها لي يو ان متتاليه تناقصيه وام صغيره، باش بالعدد اللي كبر منها. يعني عندنا يو ان ها هي صغر من واحد يعني مكبوره، يو ان كبر من زيرو يعني مصغوره، مصغوره بصفر، مصغوره بصفر ومصغورة بزيرو. إذا يو ام متقاربة، متتالية متقاربة، يعني لا ليميت ديالها كيساوي العدد. دونك هنا عندنا يو ام ديكخواسونت اي مينوري باغ زيرو، سا فو دير ان يو ام كونفيرجونت. UN convergent. دابا نجيو لا ليميت ديالنا، لا ليميت خاصو يتحقق ليا خمسة ديال الشروط، اشنا هما؟ الشرط الأول F متصلة على زيرو واحد، الدالة راه معرفة على R، إلا كانت معرفة على R بيان سور بتكون متصلة على R، ولا كانت متصلة على R بيان سور متصلة على واحد، يعني اف كونتيني في زيرو واحد. الشرط الثاني اف ديال يو ان كتساوي يو ان زائد واحد، هذا تكون معطى. ها هو الشرط الاخر، القيمة ديال يو زيرو شحال؟ يو زيرو كتساوي واحد، هاد واحد خاصو ينتمي لك لهذا المجال. عندنا يو زيرو كتساوي واحد، وحدة تنتمي للمجال صفر واحد. مزيان، ها هو الشرط الثالث. رابعا اف ديال زيرو واحد يعني صورة المجال خاص تكون ضمن المجال زيرو واحد، هادي راه لقيناها فاش حسبنا الصور. مزيان. والشرط الخامس هو تكون عندنا يو ان متقاربة، يو ان كونفيرجون، كونفيرجون متقاربة.
بحال بيناها متقاربه، يعني فاش كيتحققوا لنا هاد الشروط كاملين كنقولوا ان نهايه يو ان هي حل معادله اف لاكس ناقص اكس. حل معادله نهايه يو ان، نهايه يو ان هي حل المعادله اف لاكس ناقص اكس. دونك لا ليميت ديال يو ان سي لا سوليسيون دو ليكواسيون اف دو اكس موا اكس كتساوي صفر. هاد المعادلة هادي بحال حليناها هنايا، هاي اف دي اكس ناقص اكس فاش خرج ليا هاد التعبير هذا لقيناه هو اصل اكس، وهاد اصل اكس فاش لقيناها كتنعدم، كتنعدم في صفر، اكس كتساوي هاي هاي اصل ديال زيرو هي فاش كتنعدم. دونك هنايا اكس تتساوي صفر. اشنو كيعني؟ ان لا ليميت ديال ان طون فيغ بلوس لانفيني ديال يو ان راه كتساوي صفر. وبهذا غادي نكونو سالينا هاد التمرين هذا. دونك الشباب كملنا هاد التمرين اللي خدا لنا واحد شويه ديال الوقت، ولكن معليش شرحنا بزاف ديال المعطيات. كان معكم الاستاذ يوسف، نتمنى الشرح ديال هاد التمرين ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلش عليا بواحد لايك واشتراك معايا في القناه وبارطاجي مع الماكسيموم ديال صحابك. تهلا في راسك، الله ما يستر.